كاتبة والروائية المبدعة أستاذة إنجي همام. طبعا شكرا جزيلا على المجموعة الممتعة. أنا مش هقول كلام كتير يعني بعد كل اللي اتقال، عايزة بس أقول إن لغة المجموعة لغة رشيقة مفيهاش أي تزايد. الكتابة فيها بتعتمد على اليومي والعادي، لكن بتتناوله من نظرة مغايرة أو من زوايا مختلفة، وبتتخذ من المفارقات الملفتة نهجا لنهايات معظم النصوص، زي القصة بتاعت الباحث والفقر. إن بعد كل المغامرات وكل الجهد المضني عشان الباحث يكمل شغله، في النهاية هو اللي بيشفق أو بيعجب بهذا الفقر المستسر، وهو اللي بيسيبه يعني يفوق تاني وبيفلته تماما. ففي مفارقات على طول خط النصوص مدهشة وغير متوقعة يعني. وشكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. فعلا الانسان معقد، ما تعرفش هيروح فين ولا هيعمل ايه. الكاتب والروائي الاستاذ